قمة مصرية كويتية تبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. روسيا تؤكد أن القصف الأمريكي على إدلب يهدد عملية وقف إطلاق النار. والاتحاد الأوروبي يعرب عن عدم تفاؤله بخروج لندن من التكتل باتفاق. مناقشة آخر مستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في حين يزخر تاريخ البلدين بسجل حافل من الزيارات واللقاءات الرسمية بين البلدين على مدى عقود مضت، رسخت أواصر العلاقات بين الجانبين على مختلف الصعد، وقد اتسمت
العلاقات الكويتية المصرية منذ عقود مديدة، وتكرست في مستوياتها عمقا واتساعا عبر محطات تاريخية لا تزال تشكل مرجعية لآفاق العلاقات الكويتية المصرية في المجال السياسي وأيضا الاقتصادي والثقافي. التعاون المشترك بين دولة الكويت وأيضا جمهورية مصر العربية الشقيقة يؤكد مستوى العلاقات القوية بين البلدين، وهو ما يظهر جليا من خلال الزيارات المتكررة من قيادتي البلدين لتعزيز مجالات التعاون بينهما. الكويت أيها الأخوة والأخوات في قلب مصر، ومصر في قلب الكويت، هي ليست عبارة يرددها المسؤولون الكويتيون أو المصريون في مختلف المحافل الإقليمية أو الدولية، لكنها عقيدة راسخة في قلب وعقل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية بينهما والتي ازدادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. تأتي زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة استكمالا للزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، والتي تستهدف النهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين. مشاهدينا، تابعنا على الهواء مباشرة مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي المراسم عقب مباحثات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد. وتبحث القمة المصرية الكويتية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، فضلا عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات المتميزة التي تجمع ما بين مصر والكويت، معربا عن تقدير مصر رئيسا وحكومة وشعبا لدولة الكويت. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بمقر إقامته بالكويت. وأعرب الرئيس عن تطلعه لاستقبال الشيخ جابر المبارك في مصر خلال الفترة المقبلة بهدف مواصلة تطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين. هذا وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية بالبلدين. أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت وتفعيل عمل اللجنة البرلمانية المصرية المشتركة بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بمقر إقامته بالكويت رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية. ومن جهته أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي دعم ومساندة بلاده لمصر في مسيرتها التنموية على كافة الأصعدة. هذا ووجه الرئيس السيسي الشكر للكويت على احتضان الجالية المصرية وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي خالد الصباح، والذي أعرب عن تقدير بلاده لدور مصر في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في العالم العربي وجهودها في دعم التوصل لتسوية سياسية الأزمات القائمة بالمنطقة. هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول بحث تطورات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تتطلب دعم العمل العربي المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تفرض تحديات غير مسبوقة تواجه الأمة العربية بأسرها. ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده لدور مصر في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في العالم العربي وجهودها في دعم التوصل لتسوية سياسية لأزمات القائمة في المنطقة بما يحفظ وحدة وسيادة الدول ويصون مقدرات شعوبها. تاريخ من العلاقات الأخوية المتميزة والتي تجمع ما بين مصر والكويت في شتى المجالات، المزيد من تاريخ العلاقات بين البلدين في هذا التقرير. مصر والكويت نموذج لعلاقات الأخوة ووحدة المصير بين الأشقاء العرب وعلامة مضيئة للتعاون والتلاحم على مدار عقود في مواجهة الأزمات والتحديات. الكويت كانت في مقدمة الدول العربية التي سارعت إلى تأييد التطورات السياسية في مصر في أعقاب ثورة 30 من يونيو، ودعمت الخطوات الإيجابية لإرادة الشعب المصري. أمير دولة الكويت شارك في احتفالات تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية في خطوة تعكس حرص الدولة الخليجية على الوقوف خلف مصر. كما شهد البلدان زيارات متبادلة لعدد كبير من المسؤولين لدعم القضايا العربية وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية. كما ساهمت الكويت في حزمة المساعدات الخليجية العاجلة إلى مصر في أعقاب الإطاحة بتنظيم الإخوان الإرهابي. على الصعيد الاقتصادي، شهد عام 1964 توقيع أول اتفاقية تجارية بين مصر والكويت، وجاء تأسيس اللجنة العليا المشتركة المصرية الكويتية عام 1998 لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك. وتعتبر دولة الكويت الوجهة الثانية المفضلة للعمالة المصرية في دول الخليج العربي بعد المملكة العربية السعودية، حيث يصل عدد المصريين العاملين بالكويت إلى نحو 500,000 عامل. يتجسد التعاون العسكري جليا في أبلغ صوره بمشاركة الجندي والضابط الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيه المصري بحرب 6 أكتوبر عام 1973. واختلطت الدماء المصرية والكويتية في معركة استرداد الكرامة العربية. وكذلك شارك الجيش المصري في حرب تحرير الكويت عام 1990. وتعمل اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين من خلال اجتماعات دورية وتنسيقية مستمرة لتعزيز التعاون الثنائي.
قالت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة وقف التصعيد في إدلب دون إبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر وخلفت دمارا وعددا كبيرا من الضحايا. وأشار المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات السورية التزمت خلال اليوم الماضي بكافة التزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار في إدلب والذي دخل حيز التنفيذ، كما أوقفت الطائرات الحربية السورية والروسية كل طلعاتها فوق المنطقة. كانت مصادر سورية قد أعلنت مقتل 40 مسلحا في قصف صاروخي استهدف موقعا للمجموعات الإرهابية والمسلحة في محافظة إدلب. وأوضحت المصادر أن ضربات استهدفت اجتماعا لقادة في مجموعات إرهابية قرب مدينة إدلب، ومرجحة في الوقت ذاته أن يكون مصدر القصف مقاتلة تتبع التحالف الدولي. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستعلن السيادة على كافة المستوطنات. يأتي هذا في وقت أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مساحات واسعة من أراضي قريتين شرق قلقيلية بالضفة الغربية لبناء وحدات استيطانية عليها. أرسل الجيش الإسرائيلي قوات إضافية لمنطقة الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك في ظل استمرار تصاعد التوتر مع حزب الله. وذكر الجيش في بيان أن قواته البرية والجوية والبحرية والمخابرات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية، ومضيفا أن الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي موضحا أن جنود الاحتياط تلقوا رسائل تتعلق بمواعيد انتشارهم. أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حرص بلاده على الاستقرار في لبنان ومنع حدوث أي تصعيد عسكري. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الألماني مع نظيره اللبناني جبران باسيل على خلفية تصاعد التوتر جراء اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك باستخدام طيارتين مسيرتين. وبدوره أشار باسيل إلى أن بلاده ترغب في الاستقرار، لا سيما وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تتحمل أي اضطراب.
قال وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن وجود التحالف العربي بقيادة السعودية ضروري لاستعادة الأمن في اليمن، ومعربا عن قلق التحالف بشأن استغلال التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش للتصعيد في جنوب اليمن. هذا وأشار قرقاش إلى أن الإمارات كجزء من التحالف ستواصل استهداف التنظيمات الإرهابية لمنع عودتها لليمن. أعلن التحالف العربي تدمير موقع عسكري لقوات الحوثي ويحتوي على مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي بدمار جنوبية شرق العاصمة صنعاء. وأشار التحالف إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من أجل حماية المدنيين. صادرت قوات الحوثي كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية والمخصصة للنازحين اليمنيين بهدف توزيعها العناصر موالية لها وبيعها لأصحاب المحلات التجارية في العاصمة صنعاء والخاضعة لسيطرتها. واتهم مواطنون في العاصمة صنعاء قيادة حوثية بنهب المساعدات الغذائية في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين أوضاعا قاسية وظروفا اقتصادية صعبة. مهمتنا حماية الناس، مهمتنا حماية أي ثورة سلمية. نقلت وسائل إعلام سودانية تصريحات لقيادات في قوى إعلان الحرية والتغيير ترجح احتمال تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك المزيد من المشاورات حول أسماء الوزراء الجدد والذين تقدمت بترشحاتهم قوى إعلان الحرية والتغيير بحسب الاتفاق السوداني لإدارة المرحلة الانتقالية. كشف عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي اختيار الفريق أول جمال إبراهيم عمر وزيرا للدفاع واللواء إدريس الطريفي للداخلية. وفي تصريحات له قال الكباشي إنه سيتم تقديم أسماء أخرى لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك إذا تحفظ على المرشحين للدفاع والداخلية، ومشيرا إلى أنه يتم التشاور في مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير على أسماء المرشحين للحكومة، وأن إعلان الحكومة مسؤولية رئيس الوزراء وأن الاختيار سيكون من قائمة الحرية والتغيير. أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحا قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها منتصف الشهر المقبل. وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون في مؤتمر صحفي أن الحملات الانتخابية في الداخل ستبدأ غدا الاثنين.
20 مرشحا بات لهم الحق في خوض السباق نحو قصر قرطاج بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية القائمة النهائية لمرشح انتخابات الرئاسة المبكرة. الهيئة على لسان رئيسها نبيل بوفون حددت الجدول الزمني لاجراء عملية الاقتراع والتي ستبدأ منتصف الشهر الجاري. المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 عددهم 26 كما جاء في القرار الآن في الذكر، مع العلم وأن الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية قد انطلقت 31 أوت بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، وتنطلق يوم الاثنين 2 سبتمبر بالنسبة للتونسيين ككل بداخل الجمهورية. ومع تقارب حظوظ العديد من المرشحين يتوقع أن تشهد الانتخابات التونسية منافسة حقيقية، وهو الأمر الذي قد يظهر وبقوة خلال الحملات الانتخابية للمرشحين التي تبدأ الاثنين في الداخل التونسي بعد يومين من انطلاقها في الخارج وقبل أسبوعين على موعد الاقتراع. لا يستطيع أحد التكهن بهوية الرئيس السادس لتونس الذي سيقود البلاد خلال الخمس سنوات القادمة في انتخابات سيحدد مصيرها أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل منفذي حادث إطلاق النار في مدينة أوديسا بولاية تكساس. وقالت الشرطة في بيان إن منفذ الحادث شاب أبيض في منتصف الثلاثينات وينتمي لأقصى اليمين، وأشارت إلى أن الحادث خلف حتى الآن 5 قتلى وأكثر من 20 مصابا. As far as civilian casualties, we have at least 21 victims, 21 shooting victims, and at least 5 deceased at this point in time. An exchange of gunfire happened, and that subject is deceased at that location. We have law enforcement injured. We have the DPS trooper in Midland County. We have 1 MPD officer and 1 OPD officer that were struck. أعرب مشرعون أمريكيون عن تشكيكهم في اتخاذ اللجنة القضائية بمجلس النواب بالكونغرس أي تغيير ملموس للقوانين ذات الصلة بالسيطرة على حيازات الأسلحة. ويذكر أنه كان من المقرر أن تنعقد اللجنة الأسبوع المقبل للمداولة بشأن السيطرة على الأسلحة، إلا أنها تأجلت بسبب قرب إعصار دوريان. On this vote, the yeas are 52, the nays are 44, 3/5 of the senators duly chosen and sworn, not having voted in the affirmative, the motion. بدأت اليوم الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على سلع إحداهما الأخرى، حيث ستفرض بكين رسوما نسبتها 5% على النفط الخام الأمريكي، بينما ستبدأ الإدارة الأمريكية بفرض رسوم نسبتها 15% على الواردات الصينية والتي تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار. أفادت وكالة أنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيزور كوريا الشمالية، ذلك تلبية لدعوة من نظيره الكوري الشمالي ري يونغ، وهو إجراء محادثات ما بين الجانبين. وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت أن وانغ يي سيغادر الصين غدا الاثنين متوجها إلى بيونغ يانغ في زيارة تستغرق 3 أيام. أعلن مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية أن القوات الأمريكية الكورية ستنهي جميع الخدمات في قاعدة عسكرية كبرى في قلب سول خلال العام الجاري. وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الجيش الأمريكي يقوم منذ 2017 بنقل قواعده من جميع أنحاء البلاد، وذلك إلى بيونغ تايك التي تبعد نحو 70 كيلومترا جنوب سول. Thank you.
توجه رئيس الكوري الجنوبي مون جي إن إلى تايلاند في جولة أسيوية تشمل كذلك ميانمار ولاوس وتمتد حتى 6 سبتمبر الجاري. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي تايلاند وميانمار منذ عام 2012. ومن المتوقع أن يدعو مون تايلاند التي تتولى منصب رئاسة آسيان لهذا العام إلى التعاون لإنجاح القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان والقمة الأولى بين كوريا الجنوبية. أظهرت بيانات لتتبع حركة السفن على ناقلة النفط الإيرانية والتي يدور حولها خلاف ما بين واشنطن وطهران لم تعد متجهة إلى ميناء الإسكندرية التركي وليس لها وجهة محددة الآن. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ناقلة أدريان داريا 1 على قيمتها السوداء. وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة قبالة جبل طارق في يوليو الماضي وذلك الاشتباه في أنها تحمل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن إيران ستقدم على اتخاذ الخطوة الثانية في إطار التراجع عن التزاماتها النووية في حال لم تقف أوروبا بعهودها أو لم تفي بعهودها في هذا المجال. وخلال اتصال هاتفي أكد روحاني أن الدول الأوروبية لم تتخذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بينما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التزام إيران بتعهداتها النووية واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة. قالت الشركة المشغلة للقطارات في هونغ كونغ إنها علقت حركة القطارات إلى مطار المدينة الدولي وذلك بعدما هدد المحتجون المؤيدون للديمقراطية بتعطيل حركة النقل للمطار. وقالت الشركة في إخطار لمحطات القطارات إنها قامت بتلك الخطوة بناء على طلب حكومة هونغ كونغ وهيئة المطار لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار. أضرم المتظاهرون في هونغ كونغ النيران في الحواجز الأمنية وذلك في محاولة منهم للوصول إلى مبنى البرلمان. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وتتزامن المواجهات مع الذكرى 5 لقرارات الصين للحد من الإصلاحات الديمقراطية في هونغ كونغ وهي المستعمرة البريطانية السابقة والتي عادت لحكم الصين عام 1997. انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ تصريحات الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريغا موغريني حول المنطقة واصفا إياها بأنها تخلط ما بين الصواب والخطأ ومثال على تدخل في الشؤون الداخلية للصين. وقال المتحدث إن تصريحات موغريني إزاء عملية التوقيف في هونغ كونغ تعتبر عرقلة لتنفيذ القانون وتدعو للتسامح مع الأعمال غير القانونية والعنيفة وأيضا تزعزع سيادة القانون.
أعرب ميشيل بارني كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي عن عدم تفاؤله حيال تجنب سيناريو خروج بريطانيا من التكتل، وذلك بدون توصل لاتفاق، وقال إن ما يسمى بالوضع الخاص يجب أن يظل لحماية السوق الأوروبية والموحدة، إضافة إلى ضمان أن تبقى الحدود مع جزيرة أيرلندا مفتوحة. تجمع مئات المتظاهرين خارج بوابات رقم 10 داونينغ ستريت في لندن، وذلك احتجاجا على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما نظمت مظاهرات أخرى في مانشستر وليفربول والعديد من الولايات. طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على انسحاب من الاتحاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل في 31 من أكتوبر المقبل. وحذر بوريس جونسون نواب البرلمان من الوقوف إلى جانب من يريدون إلغاء الاستفتاء، ومشيرا إلى أن هذا قد يدفع البلاد للفوضى. يزداد المشهد البريطاني غموضا بعد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان وقبل أسابيع من خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. حدة الخلاف تتصاعد بين نواب من البرلمان وجونسون الذي حذر من أن أعضاء البرلمان الذين يعتزمون وقف الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يقودون فرص التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، معتبرا أن نقطة الخلاف وهي مسألة حدود أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي سوف تؤدي إلى تحكم بروكسل في لندن. قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان تسبب بموجة كبيرة من اللغط السياسي وأثار غضب نواب المعارضة الساعين إلى منع بريكزيت. ووصف زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين القرار بأنه فضيحة ويمثل تهديدا لنظام الديمقراطي، في حين وصفه رئيس مجلس العموم بأنه انتهاك للقيم الدستورية. قرار جونسون دفع أيضا آلاف البريطانيين للخروج في مدن لندن ومانشستر وغيرها من المدن، كما تجمع المئات أمام البرلمان قبل أن ينتقلوا إلى التظاهر أمام مقر الحكومة. وتفاعلت الأزمة أكثر في بريطانيا مع استقالة زعيمة المحافظين الأسكتلنديين روث ديفيدسون التي تتمتع بشعبية كبيرة، وهو ما شكل حسب مراقبين ضربة قاسية لرئيس الوزراء البريطاني. في سياق ذلك حث وزراء دول الاتحاد الأوروبي بريطانيا على تفضيل خيار الانسحاب المنظم بموجب اتفاق مع التكتل الأوروبي، وعبر بعضهم صراحة عن القلق من أن إقدام رئيس الوزراء البريطاني على مد فترة تعليق البرلمان يزيد من مخاطر الانسحاب الفوضوي. والمزيد ينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف من لندن دكتور أحمد ياسين خبير الاقتصاد السياسي. أهلا بك دكتور. أهلا. دكتور أحمد، يعني بعد التحية، من وجهة نظرك هل يحمل حديث بوريس جونسون لحزب العمال يعني نوع من العرقلة لجهوده في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي؟ نعم بالتأكيد، يعني رؤية بوريس جونسون من الواضح هي أنها يعني تركز بشكل واضح على التلويح بورقة الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب هو قام بخطوة تعليق عمل البرلمان لفترة تزيد عن الشهر، وهي أطول فترة قد تكون في تاريخ البرلمان البريطاني، لكي يزيد من الضغوطات على الاتحاد الأوروبي، لأن إمكانية الخروج الصعب من دون اتفاقية باتت واقعية وممكنة جدا. مثل هذا التكتيك بالتأكيد يفرض ضغوطات كبيرة جدا على الاتحاد الأوروبي لكي يجلس على طاولة المفاوضات مع بوريس جونسون والتفاوض، خاصة بما يتعلق بخطة الضمان الأوروبية التي تثير الكثير من الخلافات في الأوساط البريطانية لإيجاد البديل عنها. بالنسبة للطرف الأوروبي ما زال يعول على جهود المعارضة
في البرلمان البريطاني بقيادة حزب العمال، وماذا يمكن أن يكون بوسعهم القيام به خلال الفترة الزمنية المتبقية قبل إغلاق البرلمان، وهي فترة لا تتعدى الأيام، سوف تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل. جيرمي كوربن من خلال تصريحاته التي أطلقها اليوم هو شبه متأكد من أن الجهود الرامية لإيجاد القوانين اللازمة لكي تمنع الحكومة من إخراج البلاد من دون اتفاق باتت جاهزة، وهناك عدد كاف من النواب الذين سوف يدعمون مثل هذا التوجه. حاليا في بريطانيا كما يقول الإنجليز دعنا ننتظر لنرى إذا كان بإمكان المعارضة تحقيق مثل هذه الخطوة خلال الأيام القصيرة المتبقية من العمل البرلماني. دكتور، يعني برأيك هل ينجح بوريس جونسون في مسعيه اعتمادا على تعليق البرلمان؟ نعم، البرلمان يعني تم الموافقة على تعليق عمله لفترة تزيد عن الشهر. الملكة البريطانية وافقت على الطلب الذي قدمه بوريس جونسون، وليس بإمكان الملكة إطلاقا أن تفرض طلب من قبل الحكومة. كذلك أيضا هناك مسوغات ومبررات لخطبة جونسون، انطلاقا من أن الدورة البرلمانية التي سوف تنتهي خلال أيام قليلة هي الأطول لما يزيد عن 400 سنة. هذه الدورة البرلمانية تخطط في عمر تجربتها السنتين، لذلك انطلاقا من آلية عمل البرلمان البريطاني هناك مسوغات لمثل هذه الخطوة. ولكن الانتقادات الحادة التي وجهت إلى بوريس جونسون تنطلق من الفترة الحساسة التي تمر بها بريطانيا، والتي سوف يعني تشهد إغلاق البرلمان. يقول البريطانيون المنتقدين لمثل هذه الخطوة بأن البرلمان له دور كبير جدا في بخصوص التفاوض بما يتعلق بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن بوريس جونسون له رؤيته. هو يرى بأن العمل البرلماني خلال هذه الفترة الحساسة سوف يقلص من رؤيته ويقلص من خططه لزيادة الضغوطات على الاتحاد الأوروبي لكي يجلس على طاولة المفاوضات. وطالما أن الاتحاد الأوروبي متصلب ومتعنت في موقفه خاصة بخصوص مستقبل حدود أيرلندا الشمالية، هناك من يرى ليس فقط بوريس جونسون ولكن فريق كبير جدا من البريطانيين ومن أعضاء حزب المحافظين بأن الحل الأفضل هو أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، على أن يتم اعتماد الاتفاق الذي رفضه البرلمان لثلاث مرات متتالية وكان ليرفضه للمرة الرابعة لو تم تقديمه. لذلك فترة الأيام المقبلة هي بالتأكيد حساسة جدا ونحن هنا نعم نعم دكتور، يعني برأيك هل في حال فشل بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي، يعني كيف سيؤثر ذلك على ثقة المواطنين في القوى السياسية في المملكة؟ في حال تم التمديد، يعني في حال نجحت المعارضة بسن القوانين في البرلمان البريطاني لمنع الخروج الصعب من دون اتفاقية، هذا سوف يزيد من الضغوطات على الحكومة لكي تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدا لبداية الخطة 50 التي تنظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا يعني بأن الحكومة البريطانية سوف تضطر لطلب تمديد المفاوضات. ولكن هناك من يرى بأن الحكومة جاهزة للقيام بردود فعل هي غير معلنة حاليا، يعني يمكن بكل بساطة أن تقدم الحكومة البريطانية طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لتمديد فترة المفاوضات، ولكن في نفس الوقت تفرض الطلبات المرافقة أو الشروط الأوروبية المرافقة لمثل هذا الطلب. هذا يعني بأن من خلال هذه الفترة بين الرد وردود الفعل بين الطرفين سوف ترى بريطانيا نفسها وقد خرجت من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، انطلاقا من أن الفترة الزمنية المتبقية هي فترة زمنية قصيرة جدا من الآن حتى وستكون كفيلة بحسم هذا الأمر. نعم، وضحت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا من لندن دكتور أحمد ياسين خبير الاقتصاد السياسي.
تحيي بولندا اليوم الذكرى السنوية 80 لاندلاع الحرب العالمية الثانية، وبدأت المراسم في مدينة فيلون، أول مدينة تتعرض للقصف من قبل القوات الألمانية، وذلك في أول سبتمبر من عام 1939. ويشارك الرئيس البولندي أندريا داوا نظيره الألماني في حفل تأبين، ويلتقيان بالناجين من القصف، ثم تستمر المراسم في أورسو أو في وارسو، حيث يجتمع القادة في ميدان ديبولسكي في وسط المدينة. Oddziały, baczność! Pod oddziały na prawo, patrz! Oficer rozprowadzający, dokonać zmiany wartowników na posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana, wystąp! Do środka, łącz! Zmianę posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza dokona oficer rozprowadzający z pułku reprezentacyjnego wojska. Thank you.
ختام هذه النشرة، والآن تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. قمة مصرية كويتية تبحث والعلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. روسيا تؤكد أن القصف الأمريكي على إدلب يهدد عملية وقف إطلاق النار. والاتحاد الأوروبي يعرب عن عدم تفاؤله بخروج لندن من التكتل باتفاق. انتهت النشرة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.